أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد. عنوان الفيديو response to text. أريد أن أتحدث عن response to JSON و response to text. هنا لدينا مثال لإرسال طلب من جهة جافا سكريبت، من جهة الكلاين، طلب لنقطة معينة. هذه هي النقطة، النقطة هذه في الأعلى، وقمنا بطلبها. الطلب بجافا سكريبت يكون بالتالي fetch، وبالتالي هنا يمكن أن نكتب fetch والرابط الذي نريد ومعلومات عن هذا الطلب، وسنحصل على response. الكلاينت مهمته أن يرسل طلبات أو request، ومهمة السيرفر أن يستقبل هذه الريكوست أو الطلبات ويرسل استجابات أي responses. بالتالي هذه جهة السيرفر هنا استقبل طلب الكلاينت request وقام بمعالجات معينة، وبعد انتهى منها أرسل response. بالنسبة للمثال الخاص بنا، هو أننا طلبنا هذه النقطة بهذا الشكل وأرسلنا جيسون، أو قلنا أننا نحن نريد أن نرسل جيسون. أريد أن تنتبهوا لهذه الفكرة، أن أنا أرسل جيسون بمعنى عندما أقول الهيدر جيسون معناها أن الديتا التي سأرسلها هي بصيغة جيسون. فإذا سأكرر هذه المعلومة حتى تكون واضحة. عندما أنا أكتب بالهيدر جيسون، يعني الداتا التي أنا سأرسلها بالبادي هي عبارة عن جيسون. وبالتالي البادي هنا كانت لدي أوبجكت، قم بتحويلها لجيسون باستخدام فانكشن json.stringify، لأنني أنا قلت أنني سأرسل لك جيسون. بشكل عام السيرفر يرسل لي جيسون ريسبونس. هذه الفكرة رقم 2. الفكرة الأولى التي تحدثت عنها سأكررها حتى تكون واضحة بالنسبة لك، أن عندما أقول أنا بالهيدر جيسون، يعني الديتا التي سأرسلها هي بالجيسون. بالنسبة للسيرفر هو يرسل لي جيسون ريسبونس، وبالتالي عندما يأخذ الريسبونس أنا من السيرفر أقوم بتحليلها كجيسون، فأنا أعتبر الريسبونس التي سيجيب بها السيرفر هي عبارة عن جيسون. جيد؟ هذه الريسبونس يمكن أن أحصل عليها كتكست أيضا، وبالتالي هنا موضوع الفيديو أو العنوان response.text. سنأتي لهذا الآن لنوضح هذا المثال ثم نكمل. هنا أنا طلبت وقلت أنني سأرسل جيسون وأرسلت الاسم والباسورد وقمت باللوج للريزلت التي جاءتني. بالنسبة للسيرفر جاءه هذا الطلب، أخذ منه النيم والباسورد. جيد، نيم وباسورد، والسيرفر اعتبر ان هذا هي جيسون وقام باستخدام get json params ليأخذ النيم والباسورد. السيرفر قام بمعالجة بسيطة، اذا كانت الباسورد تساوي 1 2 3 اسمح له بالدخول، وارسل response التي هي جيسون response بكود 200 200، يعني كل شيء اوكي، كل شيء تمام. إذا لم يكن كذلك أرسل response 400، يعني هنالك خطأ على جهة الكلاينت لأنه أدخل كلمة مرور خاطئة. لو جئنا للتطبيق هنا وتحديث، لاحظوا سيقول له غير مسموح لك الدخول. لماذا؟ لأن كلمة المرور هنا 1 2 3 4، وإذا قمت أنا بتغييرها مثلا لواحد نفس الشيء لأنها غير مسموح، يجب أن أغيرها الآن لواحد 2 3 حتى يكون مسموح. فإذا كتبت هنا 1 2 3 الآن مسموح، سيكون مسموح. فإذن هذه هي الفكرة كلها بتطوير الويب، أن الكلاينت يقوم بطلب طلب والسيرفر يقوم بريسبونس. عندما يقوم الكلاينت بالطلب يرسل request object التي يستقبلها السيرفر ويعالجها بطريقة معينة، ثم يرسل استجابة بناء على ذلك. وبالتالي الشخص أرسل كلمة المرور، وأنا بناء على هذه كلمة المرور قررت هل يسمح له الدخول أم لا. هذه معالجة على جهة السيرفر. طيب الآن السيرفر أرسل جيسون response، ظهرت لي هنا، ولاحظوا هذه جيسون، هذه object، لاحظوا مكتوب object، هذه جيسون. الآن طبعاً هذه طبعاً الجيسون الريسبونس هي الريسبونس هي جيسون، ولكن أنا قمت بتحليلها وبالتالي أخرجت الأوبجكت منها، وهذه هي أوبجكت، لكن عندما كانت بالريسبونس كانت عبارة عن جيسون. طيب الآن يمكن أن أكتب شيء مختلف هنا، أن بدلاً من response.json أكتب response.text حتى يعطيني الريسبونس كتكست وليس ك يعني أوبجكت أو يعني حسب الداتا. لاحظوا كيف ظهرت، ليست ملونة الآن، لم يكتب object هنا، هكذا أوضح، لم يكتب object هنا
الآن أصبحت الريسبونس كتكست كبلين تكست. فأنا أخذت الريسبونس من السيرفر التي هي بالأصل جيسون، لم أحللها كجيسون، حللتها كتكست عادي وأظهرت لي النتيجة. لو عدت الآن كجيسون وقمت بالتحديث، لاحظوا الآن مكتوب أوبجكت، كل شيء ملون. لماذا؟ لأنها تم تحليلها كجيسون وأخرجت منها الداتا أوبجكت، قبل قليل كانت كتكست. فإذا هذا هو ألفا. إذا ما الهدف من هذا الموضوع؟ لماذا نستخدم جيسون ولماذا نستخدم التكست؟ الآن دعونا نبقى على جيسون. الآن لو كتبت أنا شيء خطأ هنا من جهة السيرفر، أنا كمطور وأكتب مثلا أشياء، أكيد سأخطأ، أكيد سأكتب أشياء خطأ. فمثلا أنا كتبت هذا الشيء الخطأ مثلا وهو غير موجود أصلا، إذا هذا فانكشن غير موجود وكتبته أنا عن طريق الخطأ، وأقوم بالتطوير الآن، والآن أريد أن أعرف إذا كان هذا خطأ من هنا. فلاحظوا الشيء الذي سيحدث، أن سيأتينا الخطأ هنا. أنا أتعامل مع ووردبريس طبعا، حسب السيرفر الذي أنت تتعامل معه، ووردبريس أرسل لي الخطأ، أعتقد أغلب التقنيات سترسل لك الخطأ أيضا. فلاحظوا سيقول لي الخطأ، وتم إرسال لي الخطأ كجيسون، ولاحظوا الخطأ ها هو يقول لي function wordpress exists غير موجود وإلى آخره. أنا أعرف الخطأ يعني، وهو نفس الخطأ الذي كتبنا، وضحه لي، وكل شيء ظهر بالنسبة لي كجيسون هنا. لماذا ظهر كل شيء تمام؟ لأنني أنا أصلاً كتبت هنا أنني أرسل جيسون وأتواصل عبر جيسون، والسيرفر أرسل لي جيسون بكل سهولة. طيب ماذا لو أنا غيرت مثلاً، لا أريد أن أرسل جيسون، فيمكن أن أقوم بتحديث يعني comment out أو comment هذا التعليق هذه الأسطر حتى أجعلها غير فعالة. وهنا يمكن أن أكتب مثلاً const form data وأقوم بإنشاء form data new form data، وأقوم بform data append وأريد إضافة name الذي هو علي، والباسورد دعونا نبقيها علي أو 123، ما رأيكم 123؟ وهنا بدلا من البادي جيسون سنرسل الform data، هنا سنكتب form data. جيد، لا يوجد خطأ، كل شيء صحيح. والآن لو قمت أنا مثلا بمسح هذا أو تعليقه مؤقتا، فإذا الآن كل شيء تمام. لكن الآن get json params، لا سنكتب get params بهذا الشكل. فإذا لنحدث ولنرى النتيجة. أنا فقط الآن قلت أنني لا أرسل json، أنا أرسل form data. لاحظوا علي welcome to the website، فإذا كل شيء تمام، كل شيء يعمل. طيب ماذا لو أعدت هذا wordpress exist، هذا الخطأ الذي أنا كتبته عن طريق الخطأ كتبته، فإذا مرة أخرى لاحظوا ما الشيء الذي سيحدث. لاحظوا there is error syntax كذا. من أين جاء هذا الخطأ؟ جاء من جافا سكريبت. جافا سكريبت حاولت أن تقوم بتراي أن تنفذ هذه الأوامر، جاءت وصلت إلى هذا السطر، حدث خطأ ما فكتبت، فانتقلت لكاتش بلوك هنا والتقطت الخطأ، كتبت there is error، وكان الخطأ error بjson.parse syntax error. هذا الخطأ json.parse syntax error، هذا الخطأ من أين؟ يعني ما سببه؟ من اسمه syntax json parse، يعني لدينا string json حاول أن يقوم بتحليل وparse له، لكن كان هنالك مشكلة بالتحليل. لماذا يكون هنالك مشكلة بالتحليل؟ أن هذا string أصلا ليس json string، وبالتالي حدث مشكلة بتحليله. فبالتالي أين هو الخطأ فعليا؟ الخطأ في هذا السطر فعليا، لأن هنا هذا السطر الوحيد الذي أنا حللت فيه جيسون. طيب ما الفكرة بالموضوع؟ الفكرة أن الريسبونس جاءتني، لم تأتيني جيسون بطريقة صحيحة، جاءتني الريسبونس لم تأتي ريسبونس جيسون 100%، ولم تأتي valid جيسون string. لماذا؟ لاحظوا أعزائي، أنا أرسل ريسبونس هنا، أرسلت ريسبونس وكأنها هي يعني يفترض أن تكون جيسون ريسبونس، لماذا لم يتم إرسال جيسون ريسبونس؟ الشيء الذي حدث لأنني أنا في لم أكتب ولم أقل للسيرفر أنا أتعامل مع جيسون، فالسيرفر عندما حدث خطأ معي هنا، جيد حدث خطأ، أرسل الخطأ ولم يرسله مع الريسبونس هنا كجيسون، لم يرسله كجيسون ريسبونس، لأنني لم أقل له أنني أتعامل بجيسون. ف
هنا كيف أعرف ما هو الخطأ الذي حدث؟ يعني الآن أنا أعرف أن هذا هو الخطأ، لكن عندما تكتب كود كثير أنت لا تعرف ما هو الخطأ، كيف أعرف أين هو الخطأ؟ فبهذه الحالة يمكن أن تستخدم dot text، يعني تكتب هنا response dot text بدلا أن تحلل response يا جيسون حللها كتكست، أرسل لي response كما جاء. وبالتالي هنا تحديث الآن سيظهر لك الخطأ مباشرة كما هو، والخطأ نحن كلنا نعرفه أن هذا الفانكشن غير موجود أو غير معرف. والآن مباشرة لو قمت أنا بمسح هذا أو تعليقه، وهنا أعدت الجيسون عادي ومسحت التكست بهذا الشكل، فالآن لاحظوا نفس الشيء ظهر مجددا. الآن ربما تقول لي طيب متى أرسل جيسون متى لا أرسل جيسون، ما هذا الموضوع يعني؟ فأنا موضوع بسيط جدا، يعني لا حاجة أن ترتبك، بسيط جدا. عندما يكون لدينا مثلا هذا name password فأرسله بصورة سريعة، ممكن أن أستخدم جيسون وأرسل جيسون وأتعامل كجيسون، لكن أحيانا أنا أريد مثلا أن أرسل صورة كيف سأحمل صورة بجيسون جيد؟ فبالتالي أنا سأضطر أن أستخدم شيء اسمه form data، وبالتالي لن أرسل للشخص جيسون بل أرسل له مثلا فورم متعدد الاستخدامات أو فورم فيه صورة أو كذا. فبالتالي هنا لن أستخدم أنا جيسون بل سأستخدم الفورم داتا. بالنسبة لجهة السيرفر عندما يحدث خطأ ما هنا في جهة السيرفر، أنا يتوقع مني الكلاينت أن السيرفر يرسل جيسون ريسبونس يقوم بتحليلها، لكن أحيانا عندما يحدث خطأ معين فكما حصل معنا لا يمكن فك هذا الجيسون وأنا لا أعرف الخطأ، فقط سيعطيني خطأ بجيسون دوت بارس. فما هو الحل لهذه النقطة؟ أحاول أن أرى الريسبونس كتكست عادي وبالتالي أفهمها أصحح الأخطاء وأسير في طريقي. هذه المعلومة التي أحببت أن أقولها اليوم، أتمنى أنكم تستفيدون منها، وإن شاء الله نلتقي لاحقا. مع السلامة.